السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض ديال اللغة العربية المستوى الخامس ابتدائي، وبالضبط غادي ندير معكم فقط الشكل وفهم المقروء، يعني ما غاديش ندير معكم الصرف والتحويل والتراكيب والإملاء والتعبير الكتابي، غادي نديروهم إن شاء الله في فيديو آخر. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا مرحبا بكم ونبداو على بركة الله. إذن الشكل 10 ديال النقاط، وبالنسبة لفهم المقروء كذلك 10 ديال النقاط. السؤال هو أشكل الفقرة الأولى من النص، لأن الفقرة الأولى عندنا هنا النص هو هذايا، الفقرة الأولى هي هذه. إذن غنحاول نقرأ لكم بعد النص كامل قبل ما نبداو نشكله. إذن يشكل المهاجرون المغاربة أكبر جالية للمغتربين في أوروبا بعد الجالية التركية، ويمثل المقيمون في أوروبا ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم، وهو ما يناهز عشر سكان المغرب. وإذا كانت أهم أسباب اغتراب المهاجرين المغاربة ذات طبيعة اقتصادية، فقد نجح هؤلاء من أن يتحولوا من عبء اقتصادي في بلدهم الأصلي إلى أحد أهم موارد اقتصاده من العملات الأجنبية، حيث أصبحت تحويلات المغتربين من أهم موارد دخل الدولة. لكن تحويلات المهاجرين المغاربة وعائدات السياحة هذه السنة، إذا نتكلم عن سنة الجائحة، هذه السنة تأثرت كثيرا بفعل جائحة كورونا بعد إغلاق المغرب لحدوده وانكماش الاقتصاد العالمي وفقدان عدد كبير من العمال لوظائفهم وعدم توافد السياح الأجانب للمغرب، مما شكل صدمة قوية للاقتصاد الوطني. إذا نحاولوا نشكلوا الفقرة الأولى، دائما الشكل كيكون بالإعراب ما تنساوش. إذا هنايا غادي نبداو يشكل المهاجرون المغاربة أكبر جاليات للمغتربين في أوروبا بعد الجالية التركية، ويمثل المقيمون في أوروبا ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم، وهو ما يناهز عشر سكان المغرب. لنعاود نقراو هذا الشكل. يشكل المهاجرون المغاربة أكبر جالية للمغتربين في أوروبا بعد الجالية التركية، ويمثل المقيمون في أوروبا ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم، وهو ما يناهز عشر سكان المغرب. لما نحاول ندوز الآن إلى فهم المقروء، تبعوا معايا، غادي نقراو النص وغادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله ديالو. اذا فهم المقروء كذلك 10 ديال النقط. السؤال الاول، اضع عنوانا مناسبا للنص، ولها نقطه، لان نحاولوا نوضعوا واحد العنوان مناسب لهذا النص، عنوان مناسب اللي غادي يجي مع هذا النص. عندنا بزاف ديال الاقتراحات، ممكن نديروا المهاجرون المغاربه مثلا، ممكن نديروا ايضا مغاربه العالم اللي هو اسم الوحدة، ثم مثلا ممكن نديرو الهجرة، وممكن نديرو مثلا المغاربة، ممكن نديرو المغاربة المقيمين بالخارج. لأن كلها اقتراحات صحيحة، لأن فقط العنوان الشرط اللي يكون فيه هو أنه يكون عنوان له علاقة بمضمون النص، مفهوم؟ إذا المهاجرون المغاربة، مغاربة العالم، الهجرة، والمغاربة. السؤال الثاني، كم يمثل عدد المغاربة المقيمين في أوروبا بالنسبة للمغاربة المغتربين؟ إذا كم يمثل؟ إذا غنرجعوا للنص. إذا السؤال المطلوب فيه نعرفوا شحال، كم يعني العدد،
كم يمثل عدد المغاربة المقيمين في أوروبا؟ نرجع للنص، ويمثل المقيمون في أوروبا ثلثي المغاربة، إذن ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم. نحاول نكتبها، إذن يمثل عدد المغاربة المقيمين في أوروبا يمثل ثلثي المغاربة المغتربين، ثلثي المغاربة المغتربين في جميع بقاع العالم. إذن يمثل الثلثين. السؤال الثالث، دائما فهم المقروء، ما هو سبب اغتراب المهاجرين المغاربة؟ شنو هو السبب اللي كيخلي المهاجرين المغاربة يغتربوا؟ شنو السبب؟ طبيعة الحال السبب هو سبب اقتصادي محض، يعني سبب اقتصادي، مفهوم؟ وإذا كانت أهم أسباب اغتراب المهاجرين المغاربة ذات طبيعة اقتصادية، إذن السبب اللي كيخلي المغاربة يهاجروا هو سبب اقتصادي. إذن سبب اغتراب، دائما خصكم تفورميليو الجواب، يعني خصكم تكتبوا التعبير، يعني التعبير عن الجواب، ماشي تجاوبوا نيشان. بسبب او سبب اغتراب المهاجرين المغاربة سبب ذو طبيعة اقتصادية، ذو طبيعة اقتصادية. إذن سبب اغتراب المهاجرين المغاربة هو سبب ذو طبيعة اقتصادية، يعني بسبب المشاكل الاقتصادية، مفهوم؟ نعم. السؤال الموالي، انتبهوا معي دائما، أحيط المرادف الصحيح لكل كلمة. إذن عندي هنا الكلمة، عندنا عبء هنايا وعندنا انكماش، غادي نحاولوا ندوروا على كلمه من بين هذه الكلمات هذو، يعني المرادف الصحيح طبيعه الحال حسب النص. اذا غنتساراو على عبء في النص ونتساراو على انكماش في النص. اذا اين توجد عبء؟ اذا يتحول من عبء، اذا عبء هي هذه، وانكماش فين هو؟ اذا وانكماش الاقتصاد العالمي. اذا عبء المرادف ديالها بسيط جدا، هو نحدده هنايا، اذا عبء هو الثقل، اذا نقول عبء ثقل او صعوبة، نقول صعوبة بالاحرى، اذا صعوبة ماشي ثقل، مفهوم؟ اذا هي صعوبة، اذا عبء. إذا رجعنا للنص غنلقاو فقد نجح هؤلاء من ان يتحولوا من عبء اقتصادي، مفهوم؟ من عبء اقتصادي في بلدهم، اذا العبء هو الصعوبة. نعم، ندوزو للانكماش. ما معنى انكماش؟ اذا وانكماش الاقتصاد العالمي، انكماش الاقتصاد يعني تقلص الاقتصاد، تقلص الاقتصاد. اذا المرادف ديال العبء هو الصعوبة، والمرادف ديال الانكماش هو التقلص. السؤال الخامس، شنو السؤال الخامس؟ آتي بأضداد الكلمات التالية. إذا الأضداد، نجاح كثيرا، إذا من راسي ماشي من النص غادي نجيب الضد، نجاح الضد ديالها هو رسب أو كرر، كنقولوا تلميذ راسب يعني مكرر، الضد ديالو هو تلميذ ناجح، كثيرا الضد ديالها قليلا، واضحة جدا. وندوزو للسؤال السادس والأخير، فهم المقروء، وهو آتي بكلمات أو بخريطة الكلمة. خريطة الكلمة، الكلمة هي المهاجر، سنعرف النوع ديالها، المرادف ديالها، الضد ديالها، وتركيبها في جملة. نبدأ بالنوع، النوع إذا المهاجر هو اسم طبيعة الحال، نعم، والمرادف مرادف، المهاجر هو المغادر، مغادر لبلاده، نعم. ثم الضد، الضد يعني ضد المهاجر هو المقيم، المهاجر من المغرب ضده المقيم في المغرب، أو المستقر، ماشي المستقل، المستقر، مفهوم؟ المستقر. تركيبها في جملة، مثلا ممكن نقول المهاجر يعود إلى بلده، المهاجر يعود إلى بلده، هذه جملة درت فيها هذه الكلمة هذه ديال المهاجر. بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الشكل وفهم المقروء من اللغة العربية، المستوى الخامس ابتدائي في المرحلة الأولى، الدورة الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.